السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف صحة وانتم متشاهدوا الفيديو وهذه الوصفة الخفيفة. بطريقة أخرى غادي ندير مقلوبة ديال الدنجال. غادي نحتاج بعدا كاين زعتر أو الزعتر، عندي مريحة، عندي ثومة بودرة، زيت العود، وعندي شوية ديال الإبزار. غادي نضيف شوية ديال الزيت بطبيعة الحال، ونضيف هذيك الزعتر أو الزعتر اللي موجود عندكم. غنخلط هاد المكونات، وانا ديجا مقطعة الدنجال اللي تا هو كنت واحد المرة وريتكم الدنجال مقطع على الطريقة هادي، كنقطعو اون لاميل اولا على شكل طولي، والسمك ديالو كيكون ماشي رفيع وماشي رقيق، يعني ماشي غليظ بزاف وماشي رقيق بزاف. غادي ندهنو بهاد ناماريناد وغادي ندخلو الفران، وانا كنكون مفرشه ليه بعدا كاين واحد بابي كويسون اولا ورق الطبخ، وغادي ندهن يعني من جهتين، غادي ندهن الفوق وغادي نعاود نقلب نفس العمليه كيف ما قلت لكم. غندخلوا الفران ونعاود نرجع معكم. بالنسبه للحشوه غادي نحتاج فلفله حمراء وفلفله خضراء مقطعين مربعات، وعندي البصله نفس الطريقه يعني مقطعه، وعندي الثومه غنضيف عليهم الزيت، غادي نضيف عليهم حتى القرعه يعني الكورشيت مقطعه حتى هي رقيقه كيف ما تشوفوا يعني مربعات رقاق. غادي نخلي هاد المكونات حتى يطيحوا ليا، عاد غادي نضيف ليهم التوابل اولا العطريه. بالنسبه للعطريه عندي مليحه، عندي التحميره، عندي سكينجبير، شويه ديال الخرقوم، عندي شويه ديال الكمون، غير شويه الكمون ماشي بزاف، غندير واحد شويه ديال راس الحانوت او المروزيه، و غادي نديرو الكفته بطبيعه الحال. هنا عندي الكفته مكونجليه دونك غادي نديرها على عافيه مهيله، راها كترخف من بعد وكنحاولوا نفرتوها بهذه الطريقه هذه كيف ما قلت لكم. من بعد غادي نضيف جميع التوابل اللي ذكرت لكم، كنتمنى نكون ما نسيت شي حاجه، يعني كاين شويه الابزار كنظن، وكاين يعني التحميره، عندي ملحه، عندي شويه ديال السودانيه، شويه ديال لقمه مخلطه، راه لقمه مخلطه فيها شويه ديال سكينجبير وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال المروزيه كيف ما قلت لكم او راس الحانوت. وغادي نضيف المعدنوس وغنضيف مطيشه يعني لاصوص ديال المطيشه كتكون كتباع جاهزه. غادي نخلط هاد المكونات ونغطي عليهم ونخليهم يكملوا في الطياب ديالهم على عافيه مهيله. من بعد ما تيخرج ليا الدنجال غادي ناخذ واحد المول اللي غادي نوضع فيه الدنجال. قبل ما نوضع الدنجال غادي نضيف واحد شويه من لاصوص ديال ديك مطيشه، غير خويو شويه ماشي ضروري يعني تبلوها حتى هي ما كاينلاش، المهم تتفرشوا وحد كتوضعوا قطع ديال الدنجال بهذه الطريقه هذه، كتحاولوا تكونوا واحد الشكل زوين بحال الورده حيت من بعد غادي تقلب. ومن بعد ما غنكمل هاد التستيفه ديال الدنجال نرجع معاكم. من بعد ما كملت قطع ديال الدنجال اللي عندي، ودابا غادي ندير هذيك لافارس اولا ديك الحشوه، غادي ندير طبقه من الحشوه طبقه من الفرماج، وغنعاود نضيف عاوتاني الدنجال. بالنسبه للدنجال وقيلا غادي تحتاجوا تقريبا شي كيلو ونص اولا 2 كيلو لانه غادي تحتاجوه بزاف. كيف ما كتشوفوا انني غادي نوضع عاوتاني الدنجال وغنعاود عاوتاني نوضع لافارس يعني الحشوه، وغندير عاوتاني طبقه ديال الفرماج، وعاد غادي نسد بالدنجال اللي بقى ليا. دونك غنخليكم عاد العمليه ونرجع معكم من بعد. من بعد ما تنكمل يعني العمليه ديال الحشو صافي كتبقى ليا داك الدنجال، كنحاول نحطو بهذه الطريقه هذه.
ماشي ضروري تقادو بحال تحتاني تحتاني هو اللي خصو يتقاد يجي بحال الورده، لانه من بعد غادي تقلب فغيكون الشكل ديالها خصو يجي زوين. صافي من بعد ما تنكمل هنا القطع ديال البنجال تنلاحظوا ان دوك الطريفات ديال البنجال اللي درتهم الاولين خليتهم شويه شيطين باش غنسد باش نلقى كيفاش نسد ويجيوني ثابتين مزيان. غادي ندير واحد الرشيشه ديال لاصوص مطيشه وصافي غندخلها الفران واحد 30 دقيقه ولا 20 دقيقه ماشي بزاف لان كلشي ديجا طايب. وصافي دابا غادي نقلبها في طبق التقديم وهانتوما غتشوفوا الشكل ديالها اللي كتعطينا زوين كيف ما قلت لكم. غادي ندير لها واحد الرشه ديال الفرماج محكوك مع شويه ديال المعدنوس محدها سخونه باش يذوب لينا داك الفرماج من الفوق. وقبل ما نقول لكم مع السلامه ما تنساونيش من لايك ومن بارطاج، وكنتمنى بعدا كي تعجبكم هاد الوصفه هادي سهله وخفيفه. و ضروري ما نقطع واحد المرصو باش تشوفوها كيفاش كتجي من داخل. وما بقى لي الا نقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله بحول الله مع السلامه.